أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى النقطة الثانية، إلى التسلسل الثاني، ونقتبس هذا المبحث والعنوان هو شمة عرفان والاضطراب، الصدر والحكيم صراع واتهام متبادل بالعمالة لصدام، مآسي الحوزة. للتأكيد على ذلك نجد أستاذنا الصدر قد صرح بكل وضوح أن نظام صدام احتاج لمرجعية عربية منافسة، فجاء بالأستاذ الصدر وصنع منه مرجعا وفرض وأشاع مرجعيته بقوة السلطة وإعلامها وأجهزتها الأمنية. هذا ما صرح به الأستاذ الصدر. للتاريخ أوثق، إذن نحن نوثق للتاريخ، هو واجب، وظيفة، هو عمل واجب، علمي، مهني، أخلاقي، إنساني، ديني. إذن للتاريخ أوثق أن المرجعية المصنوعة صداميا قد تمسك بها الأستاذ الصدر بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان، وبعض الأسنان قد تمسك الأستاذ بالمرجعية الصدامية بما منحه صدام من مرجعية ومغرياتها، قد تمسك بها الأستاذ بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان. فأي شجاعة تزعمونها للصدر وأي مقاومة لنظام صدام تدعونها للأستاذ وأي أعلمية للصدر يتحدثون عنها وأي عرفان مزعوم مكذوب ينسب للصدر للأستاذ؟ هل يوجد عالم يتمسك بمرجعية صدامية مصنوعة يتمسك بها بكل قواه بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان؟ هل يوجد عرفاني يتمسك بمرجعية ممنوحة مصنوعة ممنوحة من صدام ويتمسك بها بكل قواه بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان؟ هل هذا من العرفان؟ هل هذا عرفاني؟ هل هذا سلوكي؟ هل هذا سالك؟ وأي عرفان مزعوم؟ وأي عرفان المزعوم مكذوب ينسب للصدر الأستاذ؟ إن المرجعية الصدامية ومغرياتها قد عرضت علينا مكرراً، وقلنا نوثق للتاريخ إن المرجعية الصدامية ومغرياتها قد عرضت علينا مكرراً حتى ونحن في داخل زنزانات نظام صدام. إن المرجعية الصدامية ومغرياتها قد عرضت علينا مكرراً، وهذا توثيق للتاريخ، للدين، للمذهب، للعقيدة، للإسلام، للأخلاق، للإنسانية. إن المرجعية الصدامية ومغرياتها قد عرضت علينا مكرراً حتى ونحن في داخل زنزانات نظام صدام، وقد رفضناها بإصرار كما رفضنا ونرفض غيرها، وذلك بفضل الله وتزديده، وذلك بفضل الله وتزديده. ليس ببعيد، ولكن بفترة تتجاوز 20 عاما بقليل، قد حصل أستاذنا الصدر من صدام حسين على الواجهة والمال والتسلط المجتمعي والاستحواذ على شؤون الحوزة ومدارسها ومؤسساتها ومنح الإقامات لوافديها. نعم، كل ذلك قد حصل عليه الصدر بتفويض ودعم ورعاية مباشرة من صدام، مباشرة من صدام ومن نظام البعث، وبنسبة 95% كما عبر عنه الأستاذ الصدر، كما عبر عنه الأستاذ الصدر نفسه. وسيأتي المصدر ونشير إلى ما قاله الأستاذ الصدر. لكن هل ترى العجب العجاب من أستاذنا الصدر المدعوم صداميا بعثيا وهو يتهم المرجع محمد سعيد الحكيم
بالعمالة لصدام والبعث، لمجرد أن الحكيم قد طلب من صدام إرجاع مدرستهم التي اغتصبها منهم الأستاذ الصدر بقوة صدام وأجهزته الأمنية. هل ترى العجب العجاب في هذا؟ لا عجب فيما يصدر، لا عجب فيما يصدر من مراجع الشيعة. لا تعجب، لا تعجب، فإن هذا هو المنهج والسلوك والفكر الشيعي القبوري المعتاد على طول الزمان وفي كل مكان ومع كل فرصة سانحة منتهزة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.